بشير البرنامج الذي نطوف من خلاله على أبرز حملات مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد التفاعلات، نجمعها ونناقشها. إلى العناوين. أدعو الجيش الأوكراني لتولي السلطة في البلاد. حدث السيناريو الأسوأ، روسيا تغزو أوكرانيا والمعارك تصل العاصمة. الوضع والله متأزم، احنا حاليا اليمنيين مش عارف من وين نروح. اليمنيون في أوكرانيا بين حرب في المهجر وأخرى في الوطن. وسيكون المجلس الانتقالي المسؤول عن كل المحافظات الجنوبية الأول والأخير. المجلس الانتقالي يواصل جهوده لإسقاط المحافظات والانقلاب على الشرعية. أهلا بكم. بينما كانت الدبابات والطائرات الروسية تخترق أوكرانيا، كان عيدروس الزبيدي يحاول اقتناص فرصة. أجرى اتصالا مرئيا مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن، واستعرض معه العلاقات التاريخية بين الجنوب وروسيا لأسباب كثيرة. تحب روسيا الانفصاليين وتحتويهم، ويبحث الانتقالي عن قوة كبيرة تحبه وتحتويه. غازل من قبل بريطانيا، حاول مع إسرائيل، واليوم يتودد لروسيا. حبينا وفضلنا أن تكون أول زيارة للمملكة المتحدة لبريطانيا باعتبارها كانت شريك، أنت تتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. ولكن إذا فتحنا وبقي معنا دولة ده سيادة ممكن نطبع هذا المسألة واردة، أبيع نفسي لأول المشتريات. أجرى رئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم اتصالا مرئيا مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن سعادة الدكتور يفغيني كودروفا. أعوذ يا عم ده الخنقة دي، أعوذ بالله، أعوذ يا عم. قبل يوم من اتصال عيدروس بالقائم بالأعمال في السفارة الروسية، كان وزير خارجية الإمارات قد هاتف نظيره الروسي. أكد الأول للثاني حرصه على تحقيق المصالح المتبادلة. أثبتت الإمارات ذلك وامتنعت عن التصويت على مشروع قرار أمريكي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. لكل شيء ثمن، ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا للإمارات في المقابل؟ الاعتراف بانفصال جنوب اليمن عن شماله في مستقبل قريب أم ماذا؟ هذا ما ستقوله الأيام القادمة، أو كما يقول المصريون، يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. البعد الثالث المهم في مجال الحقيقة هو أن ممثلة آسيا وهي دولة خليجية الإمارات العربية المتحدة أيضا امتنعت عن التصويت، وسبقت ذلك بمكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الإماراتي والروسي، قالت عنها روسيا أو اعتبرتها روسيا دعما إماراتيا للعملية العسكرية، في حين الموقف السياسي كان في نيويورك هو امتناع عن التصويت. باعتقادي الفيتو الروسي أقل أهمية، هذه التطورات أكثر أهمية الحقيقة. في 2014 وقعت في أوكرانيا احتجاجات شعبية أسقطت النظام السياسي المقرب من موسكو واستبدلته بآخر مقرب من واشنطن. كان من بين ما نتج عن هذا دعم روسيا الانفصاليين في القرم ثم استيلاؤها على شبه الجزيرة الأوكرانية. بعد أيام قليلة ستظهر في شرق أوكرانيا حركات انفصالية تطالب بالاستقلال. القرم، الموقع والأهمية. هذه البقعة تقع جنوب أوكرانيا بمساحة تبلغ 27 ألف كيلومتر مربع، تتصل شبه الجزيرة ببقية أوكرانيا عن طريق شريط ضيق من الأرض شمال القرم، وإلى الشرق يفصلها عن روسيا مضيق كيرتش، وتنوي موسكو بناء جسر عبر المضيق. في العام الذي انهار الاتحاد السوفيتي كانت أوكرانيا من بين الجمهوريات التي دقت المسمار الأخير في نعشه، لكن موسكو أرادت الاحتفاظ بنفوذها في القرم التي تشكل ممرها إلى البحر الأسود، ولم تعترف رسمياً بحدود أوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم حتى عام 1997. نجحت الحركات الانفصالية في شرق أوكرانيا الملتصق بروسيا في السيطرة على مناطق واسعة، أدى هذا إلى قتال دام بين الجيش الأوكراني والانفصاليين. حاولت اتفاقية مينسك وقف القتال وإيجاد حل سياسي، لكن التباين بين الأطراف حال دون تنفيذ بنودها. سؤال، ما الذي فجر الوضع قبل أشهر؟ أوكرانيا تريد الانضمام لحلف الناتو، الحلف يرحب، أما روسيا فترفض وتنتفض. مشاهد من الحرب الروسية الأوكرانية.
ЗСУ стоит, ЗУшка стоит. تأسس حلف الناتو أو ما يعرف بمنظمة حلف شمال الأطلسي عام 1949 الهدف ردع أي توسع من قبل الاتحاد السوفيتي في القارة الأوروبية. تقول المادة الخامسة من معاهدة إنشائه: الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على كل الأعضاء. سقط الاتحاد السوفيتي لكن الناتو بقي قائما ويتوسع. تتهم روسيا الناتو بتطويقها وتصفه بالتهديد الوجودي. توضح هذه الخريطة للبي بي سي كيف يطوق حلف الناتو بالفعل روسيا، موجود في دول البلطيق، في دول البلقان أيضا. إذا انضمت أوكرانيا إلى الحلف سيكون الغرب قد وضع طعنة في خاصرة روسيا. الدول باللون الأصفر هي التي انضمت إلى الحلف بعد عام 97، وباللون الأزرق التي انضمت إلى الحلف قبل عام 97. يقول بوتين إنه يريد أن تعود الأوضاع إلى ما قبل عام 97. كيف يتأثر العالم باندلاع حرب بين موسكو وكييف؟ تحملوا مني هذه المعلومات الجافة. أوكرانيا خامس مصدر للقمح في العالم، المصدر الرئيس للذرة والشعير والزيوت. تصفها الفورين بوليسي بسلة غذاء أوروبا. 50% من دول الشرق الأوسط وفقا للبنك الدولي تعتمد على القمح الأوكراني. اليمن مثلا يستورد من أوكرانيا 22% من احتياجاته من القمح. هذه الخريطة لدي دبليو توضح كيف سيتأثر الشرق الأوسط بالأزمة الأوكرانية. الدول باللون الأصفر هي التي ستتأثر من حيث حصولها على القمح الأوكراني، وهي ليبيا ومصر وسوريا ولبنان واليمن. عندما لم يجد بوتين ضمانات قانونية بعدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو أو هذا ما أبداه في العلن، حشد قواته عند الحدود الشرقية للبلاد. في 21 من فبراير 2022 اعترفت موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وبعد 3 أيام بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا. قال بوتين في 2015: إذا كان القتال أمرا حتميا فعليك أن تضرب أولا. دونباس طلبت المساعدة من روسيا، وفي هذا الصدد ووفقا للمادة 51 الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة وبموافقة مجلس الاتحاد الروسي، ووفقا للاتفاقية المصدق عليها في 22 فبراير من هذا العام بشأن الصداقة والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونتسك ولوهانسك، قررت إجراء عملية عسكرية خاصة وهدفها حماية الأشخاص الذين عانوا خلال 8 سنوات من سوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل كييف. يجب أن يعمل أي شخص يحاول إيقافنا وخلق المزيد من التهديدات لبلدنا وشعبنا أن رد روسيا سيكون فوريا وسيقود إلى عواقب نحن مستعدون لأي نتيجة. يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية في قائمة أقوى جيوش العالم، بينما يحتل الأوكراني المرتبة 25. يتفوق الأول على الثاني من حيث عدد الجنود، الدبابات والطائرات. هذه مقارنة بين الجيشين. في القوات البرية مثلا، العناصر المقاتلة في الجيش الروسي 850 ألف، في الأوكراني 200 ألف فقط. القوات الجوية مثلا، مجموع الطائرات أكثر من 4000 طائرة في الجيش الروسي و300 فقط للجيش الأوكراني. يهاجم الجيش الروسي أوكرانيا من أكثر من محور. وصلت صواريخه وقواته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وبينما كانت وزارة الدفاع الأوكرانية تدعو السكان إلى حمل السلاح والدفاع عن العاصمة، كان الرئيس الروسي يدعو الجيش الأوكراني إلى الانقلاب. أمسكوا زمام الأمور، التفاوض معكم أسهل. أوكرانية لتولي السلطة في البلاد، يبدو أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا التوصل إلى اتفاق معكم مقارنة بإصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد الذين استقروا في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله كرهائن. لا نعرف إحصاءات رسمية لعدد اليمنيين الطلبة أو غير الطلبة المقيمين في أوكرانيا، لكن ما نعرفه هو أنهم يعيشون مثل غيرهم في تلك البلاد أوضاعا صعبة. وفقا لوزير الخارجية، لا إصابات بين اليمنيين حتى الآن. والله متعزين، احنا اليمنيين مش عارف من وين نروح. احتمال نروح على الحدود البولندية، احتمال يرجعونا من الطريق.
ما يقبلونا. احنا يمنيين في حدود 300 او 400 او 500 شخص يشوفوا لنا حل. احنا اليمنيين فقط اللي جالسين على وضعنا اليمنيين، فما راح واحنا في حرب. نشرت وزارة الخارجية على موقعها قواعد للراغبين في مغادرة أوكرانيا. قسمت المواطنين إلى فئتين، الأولى من يملكون إقامة في دولة ثالثة، الدولة الثالثة يعني ليست أوكرانيا أو اليمن. هؤلاء سيسمح لهم بالعبور عبر بولندا لخمسة عشر يوما. الفئة الثانية من لا يملكون إقامة في دولة ثالثة وليس أمامهم سوى العودة إلى اليمن. ستقوم السفارة بالتنسيق مع السلطات المصرية للسماح لهؤلاء بالعبور عبر أراضيها إلى اليمن. قالت وزارة الخارجية على صفحتها إنها شكلت أزمة أو خلية أزمة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية لمتابعة أحوال المواطنين اليمنيين المتواجدين في جمهورية أوكرانيا نتيجة للحرب الدائرة. ستعمل الخلية على مدار ساعة لمتابعة أوضاعهم والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. تغريدات كثيرة طبعا. أحمد مولانا يقول استغل الدب الروسي لحظة التراجع الأمريكي للتقدم للأمام بهدف وقف زحف الناتو إلى حدوده، فكيف للناتو الهارب من أفغانستان أن يتقدم إلى حدود روسيا بغير رضاها؟ أحمد زيدان يقول غزو بوتين لأوكرانيا وصمت الغرب يلخص مرحلة جديدة. عنوان هذه المرحلة نهاية عالم وبداية آخر، انتصار للتوحش والهمجية الروسية على شعارات المدنية الغربية، سيادة الدول والشرعية وحقوق الشعوب غدت فريسة للهمج يقول والتوحش. فراس أبو هلالة يقول الحرب لا يدفع ثمنها مباشرة سوى الناس العاديين خصوصا الفقراء والضعفاء، الأطفال أيضا يدفعون ثمنا باهظا. الموقف الأخلاقي تجاه أي حرب دائما هو رفضها وإدانتها. التحليل السياسي للحدث وتوقع المآلات بشكل بارد لا يلغي التعاطف الفطري. علي يقول الدول الغربية المتعاطفة مع أوكرانيا الآن وبشكل كبير وعاطفي جدا، كان بإمكانها تجنيب أوكرانيا الحرب بالتعهد لروسيا بأن الناتو لن يقترب من حدودها من خلال أوكرانيا التي سوف تكون محايدة. محجوب يقول أحدث الغرب تغييرا في محيط روسيا السياسي قبل حوالي عقدين، واليوم يشاهد بأم عيني إن ذلك التغيير يواجه خطر البقاء والاستمرار، وأن كييف قد تسقط في أي لحظة، وأن نظاما سياسيا مواليا لروسيا سيفرض، ومع كل ذلك لا يسمع إلا العقوبات. محمد يقول الإخوة اليمنيين الذين يعيشون في أوكرانيا لن تسأل عنكم سلطة هادي ولا سلطة الحوثي، ونصيحة لا تغادروا أوكرانيا، فإن عشتم فأنتم محظوظون وإن متم فذلك نصيبكم، والموت في أوكرانيا يقول أفضل من الموت في اليمن. يجتهد الانتقالي في الملشنة لا تؤخره عنها، حرب عالمية ثالثة أو رابعة، لسان حال من يقف وراءه إذا قامت القيامة، وفي يد أحدكم ميليشيا فليزرعها. تنشغل الكرة الأرضية بمن فيها بنزاع روسي غربي قد يفضي لا قدر الله إلى حرب شاملة، أما الانتقالي فمنهمك لا يزال في البحث عن طرق لطرد القوات الحكومية من المناطق المحررة واستبدالها بأخرى لا تخضع للدولة. في المهرة ماذا فعل؟ أشهر الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي تحت شعار أمهرت المؤسسة العسكرية والأمنية بالمهرة هدف لا يمكن الحياد عنه. ضباط موالون للمجلس يشهرون الهيئة العسكرية الجنوبية، الهدف إنشاء قوات خارج إطار الدولة. بالتزامن مع هذا قالت معلومات إن الإمارات أنشأت غرفة عمليات في سقطرى. لماذا؟ لإسقاط حضرموت والمهرة. عاد رأفة الثقلي من الإمارات محملا بهذا الوعد، الجنوب كل الجنوب للمجلس الانتقالي. وبشركم إن شاء الله تبارك وتعالى خلال الأيام القادمة إن شاء الله هناك بشائر خير في القرارات السياسية على مستوى المحافظات الجنوبية يثلي كل قلب كل جنوبي. يثلي قلب كل جنوبي على كل امتداد الجنوب وخاصة محافظة أرخبيل سقطرى بإذن الله تبارك وتعالى.
هناك اجتماع إن شاء الله، وهناك تغيير في التركيبة اللي نحن نشوفها الآن الشرعية وغيرها، هناك تركيبة جديدة في الأيام القادمة تتلج القلب كما قلت، وهذه البشارة أزفها لكم حتى تطمئن قلوبكم. وسيكون المجلس الانتقالي المسؤول عن كل المحافظات الجنوبية الأول والأخير. تحت مبرر تهميش أبناء المحافظة في المؤسسات الأمنية، كان الانتقالي في حضرموت قد فتح بابا لتسجيل المقاتلين ودشن بالفعل معسكر للتدريب، تراجع فيما بعد عن تلك الخطوة تحت ضغط التحالف. قررت وزارة الداخلية القيام بخطوة إيجابية تجاه مطالب أبناء المحافظة، دشنت معسكرا تدريبيا لتجنيد 3000 من أبناء الوادي والصحراء. هذا هو الخبر من المهرية، يقول إن الوزير يؤكد أن هؤلاء هم طليعة الدفعة الأولى التي استقبلها معسكر التدريب، وستتواصل عملية التسجيل على دفعات متتالية، سيتم توزيع هؤلاء على الوحدات الأمنية المختلفة في الوادي والصحراء. لم يرق هذا للمجلس الانتقالي، اعتبر ما قام به وزير الداخلية تجاوزا سافرا واختطافا للهبة الحضرمية. لدى الانتقالي حساسية تجاه أي إجراء يتم داخل الإطار الرسمي، واندفاع إرادي ولا إرادي تجاه الملشنة. قال بلغة منفعلة: إننا لن نقبل أن يختطف الوزير حيدان جهود أبناء حضرموت وتضحية أبناء حضرموت أيضا ويحصد ثمرة الهبة الشعبية. نرفض هذا التجنيد لأنه يأتي مواصلة لنهج النظام السابق الذي كان لا يجند من أبناء حضرموت إلا من الموالين له فقط. الهبة الحضرمية مخيم العيون كانت قد طالبت قبل هذا بسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وإتمام عملية التجنيد. طالبت كذلك من بين أمور أخرى كثيرة بفتح مطار الريان أمام الرحلات الدولية. هذا الأخير تسيطر عليه الإمارات وقد حولته منذ وقت مبكر إلى قاعدة عسكرية. رسالة للسلطة إلى المحافظ اللي هو فريس الأمين البحسني وإلى الوزراء وإلى رئيس الوزراء وإلى الرئيس أن يلبوا مطالب الشعب الحضرمي. حضرموت 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 أم الخير، حضرموت أم النفط، أم الخيرات، لبوا مطالبهم ولا لن نتراجع أبدا. الشعب قايم قايم لن يتراجع في مطالبه أبدا، ونطلب منكم تلبية عاجل غير آجل. العرب ماتت، لبوا مطالبهم أمانة، هذولا في رقابكم أمانة. ماتوا العرب، لا مستشفيات، لا أكل، لا بترول، لا كلها، وهي حضرموت من الثروات. وين ثروتنا؟ وين ثرواتنا؟ تنهب، لا يمكن هذا. بدر كلشات وكيل محافظة المهرة يقول: تشكيل مجالس وهيئات أمنية وعسكرية خارج مؤسسات الدولة يعتبر مخالف للقوانين، بل تمرد على الدولة، على اللجنة الأمنية أن تقوم بواجبها القانوني تجاه ذلك، نحملها المسؤولية الكاملة. مختار الرحبي يقول: تشكيل الهيئة العسكرية الجنوبية في المهرة هو بداية التمرد ونشر الفوضى وتشكيل ميليشيا خارج إطار الدولة والقانون. على مدى سنوات حاول الانتقالية السيطرة على المهرة لكنه فشل رغم الدعم الكبير لهم، لكن السلطة المحلية وقوات الأمن والجيش والقبائل أفشلت كل المخططات. سعيد عفري يقول: الحفاظ على الأمن والسكينة في محافظة المهرة في الوقت الذي تحاول القوى الخارجية معارض ذلك مطلب شرعي وقانوني وحق من حقوق أبناء المحافظة، ولن يتنازلوا عنه. سعد محمد يقول: المجلس الانتقالي ومنذ بداية ظهوره في عدن والمحافظات المجاورة لها لم يقدم أي نموذج للدولة المدنية التي يتغنوا بها في كل محفل لهم، بل عمل على تقويض الأمن وتشكيل عصابات مسلحة لا تعرف إلى القوة والبلطجة والتسلط على ممتلكات المواطن المسكين. نهاية هذه الحلقة من شيري، لن ألقاكم في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله.